السلام عليكم واهلا وسهلا في قناتكم مع وصفات فلور دو فان. فيديو نتاع نهار اليوم راح يكون تكمله للفيديو السابق اللي راح تكون فيه وصفه زلابيه الحمراء بطريقه سهله وبسيطه مقرمشه من برا ومعسله من الداخل. فحباباتي اذا عجبكم الفيديو نتاع نهار اليوم ما تبخلوش عليا بالجام والبارتاج والتعليق، واللي مش مشتركة تشرفني بالاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. فبدون إطالة نمر ونشوف وصفتنا تاع نهار اليوم. نرحب بكم مجددا، وبدون إطالة نمر مباشرة ونحضر وصفة نتاع زلابية. هنا راه عندي 200 غرام فارينة مغربلة، هنزيد عليها 10 غرام خميرة الخبز ما يعادل 2 مغارف صغار، هنزيد مغرف صغيرة نتاع سكر، هنا السكر باش تتفاعل لنا الخميرة، وانا عندي 30 غرام نشا الذرة مايزينا ما يعادل 2 مغارف كبار مش معمرين بزاف. راح نزيد 3 مغارف كبار نتاع ماء الزهر، وهنا عندي 250 ملي نتاع ماء دافئ، انا هنا راح نبقى نزيده بالتدريج ونخلط. هنا كمية الماء على حسب نوعية الفارينة، كاين اللي تشرب اكتر وكاين اللي لا. شوفوا هنا كيفاش شربت لي، نزيد ونبقى نخلط. راح نبدا نخلط بالفوي كيما هاك ونعاود نزيد نخلط بالدراب الكهربائي. فهنا شوفوا 250 ملي، ممكن نزيد عليها ممكن لا. ما راحش نزيد، يكفيني كمية الماء هنا راهي كافيتني مع كمية الفارينة تاعي. فانا هنا راح نخلط بالدراب الكهربائي الباتور تاعي حتى المكونات تاعي تخلط لي مليح. هنا راح نزيد نخلط، انا هنا راح نضيف ملون غذائي اللون البرتقالي باش تجينا ديك اللونيه تاع الزلابيه اللي موالفينها. هنا اللي ما بغاتش تزيد الملون على حساب الذوق نتاعكم، انا هنا بغيتها تجيني كيما نتاع برا اللون البرتقالي. حنفتح هذه ونرجع، حنبقى نزيد غير بشوي ونخلط حتى نتحصل على اللون اللي انا بغيته. هاو الخليط نتاعي جاهز امامكم، هنا خلطوا مليح باش دوك الحبيبات كاع يروحوا لنا، خاطرش راح يتكون حبيبات عندنا تاع الفارينه والمايزينا من ضفنا السوائل، فنخلطوهم مليح حتى يذوبوا لنا كاع دوك الحبيبات. فانا هنا خلاص الخليط نتاعي راه جاهز. هاو لا القوام اللي نتحصلوا عليه بهذه الطريقه. راح نغطي البول نتاعي ونخليه يخمر حتى يضعف الحجم نتاعه ما بين 30 حتى 45 دقيقة. أعزائي هاني رجعت لكم بعد ما خمرت لي
العجينة نتاعي، شوفوا كيفاش تضاعف الحجم نتاعها. هذا القوام، شوفوا كيفاش تجي. فانا حبيباتي انا عندي هذه القارورة راح نعمرها وبها راح نشكل زلابية نتاعي. الا مش متوفره عندكم ها كي من هذا النوع، بقارورة نتاع الماء تقدروا تثقبوها هنايا وبها تشكلوا زلابية نتاعكم. فانا هنا راح نعمر القارورة نتاعي بخليط الزلابية ونرجعوا ونشوفوا كيفاش راح نقلوها. انا هنا ما نعمرهاش كاع باش كي نبقى نشكل في الزلابيه نتاعي ما تغبنيش العجينه. وهنا نغطو الكميه اللي بقات باش ما تكولناش القشره من فوق. نكمل الكميه الاولى ونعاود نعمر ونكمل الكميه اللي بقات. اذا هنا راه عندي زيت نباتي راني ندفي فيه، ما يليقش يكون حامي بزاف باش كي نبقاو نشكلوا زلابيه نتاعنا ما تتنحرقش عندنا، ما تنحرقلناش. وانا عندي الحسل هنا، غير نقلو الزلابيه نحطوها في الحسل مباشره، وانا عندي شبكه مع الصحن باش نقطر فيه الزلابيه نتاعي. انا هنا صاي الزيت نتاعي دفات، راح نحط نخليها على النار متوسطه ونبقى نشكل في الزلابيه. بسم الله نبداو الحبه الاولى. هنا نبقاو شادين في الغلاق نتاع القاروره نتاعنا باش كي نبقاو نعفسوا عليها ما تنفتحلناش. هنا الحجم الحبة حسب الرغبة، تبغوها كبيرة تبغوها صغيرة. نزيد حبة ثانية. هنا ما لازمش نغفلوا عليها، تمتم غير نحسوها بدات تقسح لنا من التحت نقلبوها. هنا ما زالت غير بشوي، هنا غير تغير اللون نتاعها في السطح. شوفوا في الاول كيفاش كان فاتح وهنا غمق. هنا نقلبوا زلابية نتاعنا. هذه الطريقة. حبيباتي انا ملاحظة صغيرة، غير تشوفوا الا شتوا العجينة نتاعكم تقالت خفوها غير بشوية ماء. كما انا حسيتها تقالت لي زدت لها غير شويه ماء باش تسهل عليا العمليه. راح نزيد نشكل حبه واحده اخرى انا لكم. هنا وحدها دوك تعاود تطلع للسطح الزيت نتاعنا بهذه الطريقه.
فغين نشوفوا العجينة نتاعنا خلاص بدات تشد روحها. شوفوا الصوت ان شاء الله يكون مسموع عندكم. انا هنا خلاص الزلابيه نتاعي بدات لون الذهبي، راح نحطها في الحسد. وراح نقلب هذه اللي راهي عندي هنا. هنا خلوها تتشرب مليح العسل ومن بعد نصفوها منها. هنا غير نشوفوا لون الزلابيه نتاعنا تغير نبقاو نقلبوا فيها. كي نحسوها مقرمشه وانتم دوك تبداو كي تبداو توشوها تحسوها بلي تشدت روحها وولت مقرمشه، في ذاك الوقت خلاص الزلابيه نتاعنا راهي جاهزه. نقلوها من الزيت ونعسلوها. لازم الزيت تكون متوسطه، هنا لازم تكون الحراره نتاع الزيت ماشي حاميه بزاف باش ما تنحرقلناش. شوفوا الصوت بالك ينسمع لكم. هنا زلابية نتاعي صاي راهي دات الوقت اللي تحتاجه. هنا غير ديروا الحبه الاولى والزوجه خلاص يدكم راح تاخذ على تشكيل الزلابيه. في الاول تجيكم شويه صعيبه خاص تبقى تنحل في المقله، بصح من بعد غير تبقاو غير بشوي بشوي وتشدوها مع الطرف المقله ولا مع المغرف ولا الشوكه كما شفتوني كيفاش كنت ندير راح تسهل عليكم العمليه. المهم الزيت ما يكونش حامي بزاف باش ما تنحرقلكمش. هنا غير تشوفوها بدات تقرمش نبقاو نقلبوا فيها وتكون جاهزه، ما نخلوهاش تحمر بزاف باش ما تنحرقلناش. هنا غير تشوفوها يبست بهذه الطريقه، شوفوا غير حكمه روحها ما بقاش تلصق لنا. هنا الزلابيه تاعنا راهي طايبه ما تاخذش وقت بزاف باش تطيب. فهنا حباباتي انا غادي نكمل كاع الكميه اللي عندي ونرجع لكم ونشوفوا الزلابيه نتاعنا في طبق التقديم. اعزائي وصلنا لنهايه الفيديو نتاع نهار اليوم اللي كان فيه وصفه الزلابيه الحمراء، وهنا بعد ما نقسمها راح تسمعوا القرمشه اللي فيها. كيفاش تجي مقرمشه من برا ومع السلام من الداخل، ان شاء الله يكون موضح. كما سمحتوا القرمشه راح تبقى لمده طويله ما تطرى ما يتغير الذوق نتاعها. فحباباتي ان شاء الله الوصفه تاع نهار اليوم تجربوها وتنال اعجابكم. وفي الاخير نقولكم تهلاو في رواحكم والى اللقاء في فيديوهات اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.